اشتريت لايكات؟ عمري اشتريت لايكات؟ لا عمري ما عملت ده. فيوهات؟ ولا بس عمرك عملت كامبين بفلوس ده؟ لا بسمعنا. المفروض ساعة مثلا رجالة البيت انا اتعمل عليها حملات كتير, المفروض يبقى عندك خط دفاع, مش ان انت تزيف نجاح ولا. وللاسف وانت عارف ان ده كله يعني موجود دلوقتي وده اللي بيتعمل جدا. المشكله ان المنتجين اللي في السوق بقوا بيقيسوا نجاحي ونجاحك بالسوشيال ميديا, هو نفسه ما بقاش في المقياس بتاع زمان ان انا في الشارع بحس الراجل ده معروف ومحبوب ولا لا. صح. الفكره فكره رقم مكتوب. طب حضرتك متاكد ان الرقم المكتوب ده هو مش مزيفه؟ طب حضرتك متاكد؟ طب اصلا المسلسل اللي هو اللي انت جاي اللي هو هو فشل, طب انت جايبه ليه؟ عشان حصل له فضيحه مؤخرا على السوشيال ميديا عامله له ترند. فطب انا دلوقتي كممثل بقى انا بسالك قول لي اعمل ايه؟ المنتج بيختار على اساس حاجه مش مقياس مش صح, فانا ساعتها اعند. ما هو برضه مش ذكاء يا احمد, يعني انا ساعتها اطنش السوشيال ميديا. انا كنت بتعامل مع السوشيال ميديا الاول على انها واتساب. الله ينور عليك. كنت برد على الناس وبتكلم بطبيعتي وبتاع, فحصل مشاكل طبعا. وبعدين رجعت لميت والدنيا بقت تمام. ولما خرجت بره انا بقول لك انت مش هينفع تاخد بنصيحتي, لان انا دلوقتي بفكر في ايه وده ما قلتوش في حته قبل كده. انا رجعت فاهم اللي انت كنت عارفه ايام ورقه شفر. انا هعمل اللي عاجبني انا كهاوي من الاخر خالص, والفيلم اللي جاي بعمله كده, والمسلسل اللي جاي بعمله كده, وسيب بقى النجاح ده على ربنا واللي يعجب ذوق الناس بجد. لكن انا لا هزوق بسوشيال ميديا ولا هعمل بقى خالص. انا هرجع. وخلي بالك انت عندك كريم عبد العزيز, احمد حلمي, السقا, عز, اكبر نجوم في مصر, مش دول اكبر اربعه تقريبا في السوشيال ميديا؟ في السوشيال ميديا. يمكن ده كلامهم من لما طلعوا اصلا من غير سوشيال عندهم ميديا, عندهم رصيد ما قبله. بص مصطفى خاطر قال احلى كلمه في الدنيا. مصطفى خاطر قال لي العالم باظ ومش راجع تاني. من جده مش شرط يا جد خالص ممكن يشتري لايكات عادي من غير ما يجد ولا حاجه. افلام الاكشن بحبها. الفلوس الحرام؟ لا لا مستحيل. عايز اقول لك حاجه بس ملهاش علاقه. قول. طبعا توتا كان ايام ما كنا بنعمل سيد الشحات اوت اوف نوير كده كل شويه يجي لي بصوره ثعلب او صوره مثلا سعدان, عارف السعدان اللي هو شبه, يوم قايل لي بقول لك ايه بالله عليك ده ولا حمدي بيتكلم بجد؟ فانا اقول له قول انت يا توتا, يقول لي ده اظبط طبعا. وتوتا مش فاهم ان هو اقرب للدولفين يعني لو حطينا احمد عز برضه ودولفين طيب وحطينا توتا في النص الطفل هيزق توتا فين؟ في البحر عند الدولفين طبعا. اكيد توتا مش جنب احمد عز. او هيزق الدولفين لتوتا ده ممكن يزق الدولفين لاحمد عز ويقول له خد بالك من توتا. ايوه بالظبط. طيب معلش بقى ممكن تفهم الناس عشان انت دلوقتي فكرتني بحاجه. البي بقى مقتنع بموضوع الدولفين ده لدرجه انه ركب توتا على دولفين او حطه في صوره معاه انا مش فاكر وراح بعتها لنا على الجروب بتاع العنبر وانا هعرض لكم الصوره دلوقتي. يعني انت هتشوف الصوره في حاجه اسمها بلوجا ويل اللي هي البيضه دي اللي انت شايفينها دلوقتي على الشاشه. اه هي دي هي شبه هو توتا طول الوقت بيتنمر عليا. معلش اصلا دي جمله مشكله. توتا بيتنمر عليك ليه؟ هو كده توتا هو بيحب يجر شكل وبيتنمر عليا. اوكي. فانا طول الوقت شايفه دولفين واحبه عشان دولفين. انت تخيل لو في دولفين بيكلمك صديق صديق الانسان ده الحاجات دي بيعملوها في الجرافيكس بفلوس كتير جدا عشان تخلي دولفين يتكلم. فده عندك ببلاش موجود فاكيد بحبه جدا. يا نهار اسود. طب فاضل مين من صحابك؟ خلاص. طب بذمتك احنا بنعرف نضحك من غير التنمر على بعض ده في وسط العنبر؟ مستحيل. صح؟ مستحيل. هتضحك ازاي؟ مستحيل. اصلا مفيش ضحك من غير ايه يعني شر. ضحك شر. الكوميديا شر. صح والله العظيم. الله يرحمه استاذ مين رملي. يعني كوميديا شر هي هو يعني. اصلا الفكرة الكوميديا اصلا انت بتضحك ليه في اي فيلم كوميدي حتى انت بتضحك ليه؟ لان انت بتتفرج على موقف ما تتمناش تبقى فيه مثلا. بالظبط. هو ده. او حد محطوط في موقف انت فرحان انه في الموقف ده فبتضحك لان ايوه انت دلوقتي بطل الفيلم ده بيتعرض انه وقع فانت ضحكت. بالظبط. عشان انت مش عايز تبقى في الموقف ده بس عاجبك انه وقع. الكوميديا قايمه على كده اصلا. فنقعد استاذ عادل امام, استاذ سمير غانم, كل الاساتذه الكبار. طب استاذ سمير غانم الاخزام اللي كانوا بيدخلوا مسرحه دول يعني اللي هو موجود ده اعظم واحد جابها. ده اعظم واحد ضحك في الدنيا وحش زعل لا الاخزام ولا الناس ولا حد. ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه كلمه تنمر وما كانش فيه صح.